المراهق الذي يصعب التعامل معه غالباً لن يكون سهلاً على الأهل تشجيعه للمشاركة في الأنشطة الثقافية والتربوية، إذ تجده يمتلك أنشطته واهتماماته الخاصة. ولكن ونظراً لأهمية هذه الأنشطة في التربية وفي تطوير المهارات وكذلك في تنمية الثقافة لديهم، ستتحدث دكتور ندى معوض الخبيرة في الشؤون التربوية عن سبل لدفعهم نحوها. هون النشاطات كمان مثل العادة ميلاد منقسمها لبنان، في قسم هو من مسؤولية المدرسة وصار ضروري مع التطور العلمي بطرق التعليم وأساليب التعليم، بيدعي المدارس إنه ينتقلوا من التعليم التقليدي لسياسة التعليم من خلال المشروع يلي بنعرفها هي البروجيت. وضمن هيدا الإطار نحن بنعرف إنه يمكن أنا قادرة أعلم الولد منهج بكامله بسنة كاملة ويرجع ينسيه، وقادرة يمكن بمشروع واحد عملي بظهر من الصف على الأرض الشغل بإيديه بيكتشف بطريقة أسهل أحسن وبيكون تعلم درس للحياة. نحن على طول بس بدنا نحكي عن تطور المناهج بنحكي عن النظام الفنلندي. النظام الفنلندي طلع من شيء اسمه مواد وصار بيشتغل بمشروع، يعني بيعرض على الأولاد أنه يعمروا يمكن بيت بالغابة، وهنا عم بيجربوا يعمروا هيدا البيت، رح بيشتغلوا رياضيات عم بيحسبوا قد بده يكلفهم، رح بيشتغلوا الفيزياء لأنه بدهم يمكن يقعدوا يقيسوا، رح بيشتغلوا لغة لأنه بدهم يكتبوا مكتوب للبلدية يطلبوا منا إذن. يعني كل بيحطون إذا بدنا نقول بمواجهة الحياة العملية، وهنا ما بيكونوا قاعدين بتعليم تقليدي، بيكونوا قاعدين بالصف. هلأ هيدا صعب نوصله، خلينا نطلع بالأول نجدد منهجنا قبل ما نوصل لا نشكون عم نشتغل عم نعلم الأولاد بالمشاريع. بس حتى لو ما كانت المنهج عنا بهيدا الطريقة، من دور الأستاذ إنه يكون يجرب على طول عم بيلاقي شيء، أما نشاط مشوار بيساعد الأولاد إنه يأكد لهم على اللي تعلموه بالصف، أما يلمسوا بإيديهم شو تعلموا بالصف. إن كان هذا دور المدرسة، أين دور الأهل؟ وكيف يمكنهم أن يلعبوا دوراً ناجحاً في هذا المجال؟ دور الأهل في قصص منا من مسؤولية المدرسة، يعني الولاد مع الأهل فيهم يكونوا كل النشاطات يلي نحن أكتر شيء عم بيكونوا هن يروحوا ياخدوا أولادهم على يمكن على المجمعات التجارية أو بيروحوا بيتغدوا. صارت هيدا إذا بدنا نقول هيدا النشاط يلي بيكون أكثر شيء بين الأهل المتكرر والولاد. بين الأهل والأولاد أنه دائما نحن بنظهر بس لحتى نروح نرفه وناكل أو نزور حدا. كتير مهم أنه الأهل يكونوا عم بيهتموا بالتربية الثقافية تبع أولادهم، يعني مش يقولوا نحن تركنا أنه يلا في معرض المدرسة رح تاخذهم على المعرض، نحن ما منروح نحن وياهم على معرض الكتاب. إذا في كمان بيكونوا قبل كانوا يعملوا مثل هيدا الشهر ليلة المتاحف ويفتحون كلهم، حلو الأهل يمكن يمشوا مع أولادهم يزوروا هن وياهم المتاحف، لأنه الأهل مش بس الأهمية إنه أنا أخرحت أنا وابني على المتحف وخلصنا، أما ما قال جلادة أخذوا المدرسة بياخدوه. هو وقت الأهل بيكونوا هن عم بيرافق أولادهم على هيك نشاطات، إن كان مسرح إن كان متاحف إن كان مهرجانات، هون الأهل بيكونوا عم بيعطوا بيعلموا أولادهم كيف يكونوا عم بيتثقفوا. هيدا هي أساس الثقافة. أنا وقت بسافر لزور بلد إذا بيكون هممني بس إنه روح على مجمع تجاري وشوف أبرم شوي شوف الساحات اللي موجودة والبنايات من برا ودوق الأكل، أنا ما اسمي زرت البلد وتعرفت على ثقافته. ثقافة البلد بتبين من المتاحف، بتبين من الحفلات الموسيقية، من الموسيقى تبعه. يعني خلينا نطلع أولادنا من
المجتمع الاستهلاكي يلي حطينا فيه بمحل معين، ونكون عم نروح على ثقافة مضبوطة. ثقافة الفن والمطالعة وعلم الآثار والتاريخ وغيرها الكثير من العلوم هي أساسات تبني شخصية المراهق ليصبح شاباً ناجحاً وقادراً على التعامل مع الحياة بسلاسة، فلا تهمل تشجيعه على مثل هذه الأنشطة.